أهلا وسهلا بالناس الكل. رسالة اليوم طاجين بنادق، حاجة بنينة وخفيفة تنجموا تعملوها في أي وقت، فطور ولا عشاء. ناخذوا كمية صدر دجاج اللي عنا وإلا لحم مفروم، بنزيدو في الأكحل وملح وكركم لفاح اللي يناسب المطعم اللي تحبوا عليه، ونزيدو المقصوص البصل والمعدنوس ونخلطوهم بالكدي بالكدي في وسط الكعابر. بعد نعملو كعابر ونسخنو الزيت ونقليوهم على نار هادية نص تياب، ما نطيبوهمش على الاخر على خاطر مازالوا باش يدخلوا للفور، ما كاش يشيحوا، معناها قليان نص تياب. هاني ناكد على البوان هذا. في الوقت هذاك راني حضرت الفريت دوائر مقليه وحضرت سبناخ مذبلته هو والجبن حاضرين باش نخلطهم مع العظم. هاو هنا خلطت الجبن مع السبناخ مذبل، 7 كعبات عظم عملت للمول متاعي 20 سنتيمتر، وزدتها حكة كريم فريش. من اللوط عملت فرشة البطاطا، ومن بعد صبيت الخليط هذاك متاع الطاجين، ومن الفوق زينا البنادق اللي طيبته اللي قليتهم نص تياب. دخلت الفور 180 دوغري باش يقعدوا 20-25 دقيقة. انت والفور متاعك دخل سكينة خرجت شيحة، معناها طابت. وصحة وبشفاء وصحة وبشفاء مرة أخرى. ما تنسيوش بارتاج كومنتير وجيم، باش غيركم يستنفع بالرسيت.